توجيهات من صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية الموجودة في إمارة الشارقة تدعم المواطن الإماراتي في مشاريع ريادية. جزاهم الله خير، رواد دعمونا، من بدينا نحن من الصفر واليوم نحن من أبرز مراكز الأعمال في إمارة الشارقة. وإمارة الشارقة دائما مبادرة في تشجيع وتحفيز الشباب من الفئة العمرية، من الشباب إلين حتى كبار السن، يعني تدعمهم مؤسسة ما في حد أدنى للعمر. فأنصحكم بالتوجه لمؤسسات الدعم في إمارة الشارقة وأتمنى لكم كل التوفيق.